السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم
الله الله الله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون Thank you.
ولا Thank you.
والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. Thank you.
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ادخلوها بسلام. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. هل من Thank you.
ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي من مكان قريب واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج
Thank you.
نحن أعلم بما يقولون أنت عليهم بجبار يا الله يا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.